الشاب اللي انت جبته الالهام ده، انت متاكد ان ده هيبقى علي ابننا الحقيقي؟ انا اصلي بصراحه خايف لا يطلع زي كل مره. هي الشواهد كلها بتقول ان هو علي، يعني نفس سنه تقريبا شبهه، ومعاه السلسله اللي كانت في رقبه علي يوم ما اتخطف. طبعا اللي هياكد لنا ده 100% نتيجه التحليل. طب ولحد ما تظهر نتيجه التحليل هنسيبه عايش كده في البيت مع الهام ولينا؟ طب افرض انه طلع مش عالي، مش جايز يعمل فيهم حاجه وحشه؟ انا معاك يا عمي، انا كنت مستعد ان انا اعيشه معايا هنا، بس انت شايف الهام ماسكه فيه قوي. انا كل اللي قدرت اعمله ان انا كشفت على صحيفه سوابقه من خلال بطاقته اللي اداها لي، والحمد لله طلع ما لهوش ولا سبقه. لا انا الوضع ده مش عاجبني، انا بتهيألي اروح اقعد معاهم، ولو اني بصراحه انا ما برتاحش الا ببيتنا. ما تقلقش يا عمي، هم هناك مش لوحدهم، يعني عندهم كام شغاله وحارس، وفريد كمان هددوا قدامي، يعني يخاف يعمل اي حاجه. ربنا يستر.